السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا بكل مكان، ويا هلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة وأسبوع جديد يجمعنا معاكم في نهاية هذا الشهر الفضيل. عاد الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. نطلع عليكم اليوم أنا وأختي خلود بكل ما هو مفيد وجديد إن شاء الله يا نور، ومساكم الله بكل خير وعافية مشاهدينا ومستمعينا. عصرياتنا اليوم فيها مواضيع متنوعة وطلعات لأماكن مختلفة، ومنها بتكون متابعتنا الأسبوعية لأجواء الرمضانية في المجالس التراثية مع الزميلة حصة السويدي، ومع عبد الرحمن المري اليوم بنعرف نصايح طبية من أجل الصوم آمن لمرضى السكري ومواضيع أخرى. مشاهدينا، من الاستعدادات اللي تقوم بها الأسر القطرية لعيد الفطر المبارك طبعا التسوق وشراء المستلزمات، خصوصا شراء الذهب. يكون سوق الذهب مزدحم بالناس خلال هالفترة. خلونا نتعرف على أنواع وأشكال الذهب القديم من قطر في هذا التقرير. الذهب القديم صناعة يدوية تميز بالدقة، يتزينون الحريم بالذهب اللي يزيدهم بريق وجمال، وتشوف المرأة أنه زينة وخزينة. والذهب تنوع الأشكال والأنواع، فمن اللي هو مرصع بالأحجار الكريمة، ومن اللي هو خاص بالأفراح والمناسبات، ومن للزينة اليومية مثل المرتعشة والكف والطاسة، الشغابات أو الحلق والمضاعد. المرتعشة قلادة عريضة وتدلى منها سلاسل ذهبية مكونة من عدة أشكال متناسقة، تعطي بريق حلو، وعلشان ارتعاشها خلال حركتها سموها المرتعشة. الكف قطعة ذهبية تجمع بين الأساور والخواتم والسلاسل، وفيها سلاسل ذهبية قصيرة نازلة وتتصل مع الخواتم. أما الطاسة فهي غطاء من الذهب للرأس، تكون دائرية بحيث تغطي الرأس من فوق، وتدلى منها سلاسل طويلة وفيها نقوش وتصاميم مختلفة. المضاعد اللي يتزينون فيها أمهاتنا وبناتنا، والمرصعة بالأحجار الملونة بالإضافة للشغابات أو الحلق اللي يتزينون فيه البنات بأحجام وأشكال مختلفة. والذهب هو أحد العناصر اللي عرفناها منذ القدم، وامتلاكها بلون الأصفر البراق الجذاب هو علامة دل على الثراء من آلاف السنين. أكيد الذهب من الأشياء اللي وايد حلوة، مهما صار يعني قولي صار في حداثة، أيوة يدخلوا لك هالحداثة على الأشياء القديمة تطلع شكلها وايد حلو، وخصوصا حلو لما نشوف الذهب يعني هاي الطاسة والأشياء المرتعشة على البنات الصغار لما يروحون يعيدون. يا حلو، أنا انبسط لما يمرون علي هالبنات ولابسين هالأشياء. صح. مشاهدينا، من سوق الذهب إلى المجالس التراثية عند أختي حصة وأم وليد، والكلمة عندك يا حصة. يا هلا ومرحبا بزميلات في استديو عصرية، وأيضا أرحب وحيي بمشاهدين ومستمعين قناة الريان. يا هلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الشعبي، ألقاكم من جديد وهو طبعا موجود في الذخيرة. هل هلال رمضان والله بلغنا العشر الأواخر، بلغنا صيامه والقيام أيضا على طاعته، وإن شاء الله يبلغنا 30، ومثل ما أنتم عارفين إن شاء الله نختمه بعيد الفطر المبارك. وأنا موجودة في هذا المجلس نتشرف بالوالدة أم وليد اللي بنتكلم فيها عن العيد واحتفالية العيد، وشلون أبهاتنا وأمهاتنا الأول كانوا يحتفلون فيه. ومبارك عليك الشهر، ما تبقى من الشهر إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليك وعلى المسلمين. الله يسلمك، شرفتيني. الله يسلمك. أم وليد، فديتك الأول أمهاتنا أبهاتنا، شلون كنتوا تحتفلون بالعيد؟ والله الحمد لله نحتفل بالعيد يعني نبرز حق ثويبات عيالنا ونبرز أغراضنا، يعني
ليش؟ لا جات من نص رمضان خلاص ابتديتي تجهزين ثويبات عيالك وبنياتك وتشوفين امورك وش والحمد لله عيد الضحيه عيد رمضان الحمد لله زين طيب لكن العيد الاول غير وعيد الحين غير. يعني الاول مثلا ليتوا تجهزون اغراض البيت لو بنقول مثلا في البدايه افواله العيد افواله العيد نروح نشتري الحلوى نشتري الرحش نشتري الزلابيه. وين تاخذونها الاول الحلوى؟ ناخذها اول من سوق واقف اول قديم من ورا. نعم. يعني من زمان من ذاك الصوب الدكاكي محلات. صح. الحين يعني ونحط طفالتنا ويا ورعيه البيت بعد تبي تزيد سوت لها خبيص. اي. وسوت لها شوي القيمات ولا بلاليط حطتها على صفرتها مالت العيد فوالتها. نعم. وقطتها. تقطيها بالمكبه اول يسمون عندنا مكبه. نعم. يحطونها على الفاله وجهزتها وخلتها الحمد لله في ما يلسع جهزت عيالها قي قامت وعيالها زين ما شاء الله والعيال فديت تسدحت البنيات. اي نعم. اذا كان عندها البنيات سدحتهم وحنتهم وربطت يدياتهم ورويلاتهم. هذه ليله العيد. هذه ليله العيد ولا قبل العيد بليله. اي نعم. وتربطهم وتخليهم لا شفتهم مقفله فتشت يدهم شلت الحنه القصعه نعم عشان ما تولع وزهم. صح. وخلتهم وغطتهم العوز وحفتهم ورقدهم والصبيان يعني لا جو هذه وديناهم المحسن. هذه اللي هو الحلاق قبل المحسن. وديناهم المحسن وحسن روسهم وعدل روسهم وجبناهم واصبحوا الصبح وباتوا واصبحوا الصبح قاموا العيد يلبسوا يعني يعيد علينا وعلى المسلمين ان شاء الله اجمعين. اللهم امين. ولبسوا ثويباتهم وتعدلوا وتزينوا ويلا. ولازم الام اذا عندها صيقه نعم لازم تلبس بناتها. شنو هالقطع اللي البنيه تزين فيها؟ تلبسها عندها قريضه صغيره نعم مرتعشه مريه معرس خير شف اول شف وين شف عندنا شميلات. ايه شميلات وخوص يعني اذا كان يديتها يعني زينه لبستها. وشغيبات لبستهم وقالت لهم يلا عاد يطلعوا اليهال يعني عيالنا هالايام لا يطلعون على كم من بيت ولا ركبوا سياره اختلافا للوضع الحين. لا فديتك احنا وين يلتمون هالفريج كلهم المجموعه ايه؟ من بنات ومن صبيان يطلعون يروحون يعيدون ويروحون والله يمشون اقول لك يعني بس بيت بيتين ويعودون لا يمشون يروحون وياهم كل واحده ماسكه اللي ماسكه اخوها واللي ماسكه اخويته وعيدون ولا عيده وخلصوا يعني ممكن من فريج لفريج يروحون يمشون يروحون يعيدون يعني مثل قولي وين احنا انا بقول لك مثل البدع ورميله ايه يروحون يمشون في البدع ورميله وادي السيل يروحون يمشون ما في مثل اول سيايير وايد صح يعني ولا تخافين على البزر لا مشى في الشارع يعني ما يتقيدون بعد بمنطقة واحدة لا يعيدون ويولد لعيدة والعيدية شلون كانت؟ العيدية نص ريال واللي بيعطيك الريال فوق نص ريال ولا أربع نوت والحمد لله هو يابوها وحطوها قاموا لك يحسبونها والحمد لله وثويباتهم عادلة معدلين حتى الثياب يعني يوم يجون ويجهزون ثيابهم إيه؟ البنت يعني الأول خياطة في البيت صح؟ ولا؟ إيه كرخون هذا هذا كرخون على الماكينة إيه حيطون يلتمون واحدة مو بروحة عندها ماكينة التموا عندها جاراتها وقعدوا أول يشلونها ويشوفونها وبعدين حطوا على الماكينة درزتها هاي خيطت ثوب بنيات وبقشت وفبقشت وشلت الثانية وخيطت وشلت وراها والحمد لله كل شيء عندهم زين مو بخير قاتب وكل واحد ولازم البنت ما تطلع الا بخنق الا بخنق اي لازم بخنقها على راسها انزين معي الجمعات يعني خلينا نقول هذه اول يوم العيد اي جمعة الاهل وكلها هذه وين تصير؟ هذه تصير في بيت الشياب البيت العود نعم. بيت اليد اليداد إيه؟ اليده واليد نعم يعني هذه في بيته او ذي في بيته والبنت في بيتها لكن جمعتهم كل ابوهم عند الام والابو اي يعني خلاص عيدوا عيالهم راحوا وشلوا عيالهم تجمعوا هنا تجمعوا عند الام عند امهم عند ابوهم
وتغدى وغدى العيد واستانسوا ويلا راحوا، اللي بتروح حق عمته واللي بتروح حق خالته، ويعني عقب العصر كل واحدة راح تستعيد بأهلها ويوم شلت عيالها وردت بيتها. وباقي أيام العيد يعني أكيد هناك في مثلاً احتفالات، يطلعون مثلاً العوائل يزورون، يروحون يعني مع عيالهم يزورون هذا الاحتفال. شنو هذا الاحتفالات اللي كانت موجودة؟ الاحتفالات في براحة، أنا وين أعرف شيء كله في براحة. شنو أنا كنت أسمع في شيء براحة البدع؟ لا براحة البدع في براحة، الله يسلمك. شو أقول لك الحين؟ في عنده على طريق الريان أول أي في براحة، ويجتمعون فيها جميع العروضات كلها، جميع المنانع والبكوارة كل بون في الهون. واللي يلا انت عندك سيارة، انا ما عندي سيارة، شلتيني انا وبنياتي وعيالي ورحنا ونزلنا عند الاحتفالات، ورحنا عند هذيلا شوي وعند ذيلا شوي وعند ذيلا شوي، وسعت خطر اذن المغر كل شلينا عيالنا وردينا بيتنا. هذا يعني ممكن يتوزع على ايام العيد؟ إيه يعني، بس اذا لازم انه نوديهم يشوفون العرضات. نعم عرضة العيد لازم يشوفونها. صحيح. شوفي الصبيان معدلين على الخيول واللي على المطايا يمشون، والحمد لله. حتى هناك كان في احتفالات نسائية أم وليد؟ يعني حق الحريم؟ يعني المراداة مثلا؟ المراداة في العيد كان في المراداة يسوون حق العيد. إيه؟ ويسوون حق الجو القواصة بالبحر. اي نعم. يعني بس حق العيد يرادون. يرادون وين؟ من العصر، مو بالصبح. نعم. لا من العصر. العصر حطوا لهم سيدين. وقاموا يرادوا عاد هني بعد الحريم الاول بعد يعني في المراده لهم لبس معين ولا يلبسون هذا الثوب؟ ثوب النشل؟ هذا الثوب النشل. نعم. ويلبسون الدراريع الزري اللي مدقوقه، واللي دراريع الزري الحمد لله كل ابوها ابد العيد عندهم ثياب العيد. نعم. يعني تشوفين الوحده ما شاء الله ما يحتاج، واللي عليهم البطاطيل وتحط شو اسمه البرقع الرئيسي. اي نعم. ويحطون المشاميم، مشوم الذهب والمشموم الخضر. عاد المشموم هاي لابد منها. ايه لازم. حق صغار وكبار. حق صغار وكبار. نعم. يعني العيد عيد هو. اكيد. خلاص عيد عيد. والحمد لله. ولا جاء نهار ثاني اصبحت قعدت في بيتها، صبحتها راحت مرت عليها جارتها عايدت بها، قعدت عندها قالت راحت حق الثانية. سلمت عليها عايدت بها تقهوت من قهوتها وطلعت راحت يعني على فريقها. بعد الجارات والصديقات لهم إيه؟ على جاراتها واجب. على صديقاتها يعني ربعها تزوروا، كل واحدة تعيد على الثانية. اليوم أنا جيتك نهار ثاني أنت بتيني، يعني تعالي تفولي عندي تقهوي من قهوتي قهوة العيد. أيوه أنت كل واحدة تي بعد يوم بتواجبك أنت بتواجبينها. إيه؟ نعم. والحمد لله وقعود ومستانسين. قالوا ايه مدري في حفلة بعد سووا اكو زادوا يلا شلوا شلايلهم التموا وراحوا وشافوا وراح. العرضات وشافوا بالاحتفالات وشافوا هذه وردوا عيالهم وقعدوا في بيوتهم. اكيد نقول احنا الله يبلغنا ان شاء الله، ان شاء الله العيد ويبلغك ان شاء الله، يبلغ حبايبك ان شاء الله يا ام وليد. ما قصرتي ومشكوره شرفتينا. الله يسلمك. الله يسلم والديك. اذا مثل والديك ان شاء الله. مثل ما سمعنا مشاهدينا من ام وليد هذا العيد ايام الاول، والحين الكلمة عندكم زميلاتي في الاستديو. شكرا حصة، اكيد والشكر موصول لأم وليد على هالسوالف الحلوة. ويا حلو العيد قبل، وان شاء الله يصير بنفس بساطة قبل اللي هو بيمعة الاهل. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وبعد الفاصل مشاهدينا فقرتنا حول صوم امل لمرضى السكري، انتظرونا.